جميع أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي، بنك أسئلة متكامل للصف الثاني الإعدادي في مادة اللغة الإنجليزية الترم الأول. هتدخل على موقع آفاق تعليمية eschool.ipa.com، وهتخش على اللغة الصف الثاني الإعدادي على الجزء الخاص بالأسئلة التفاعلية. هتلاقي عندك الوحدة الأولى والوحدة الثانية، بتضغط على أي وحدة وبتدور على الأسئلة. الأسئلة معمولة بنظام البرزنتيشن، بحيث إنك تحل السؤال وتضغط كليك وتشوف الإجابة بتاعتك صح ولا غلط على جميع الأسئلة اللي موجودة عندك. دي الصفحة الأولى، ولو عايز تنقل مباشرة للصفحة التانية بتضغط على السلايد التانية وتتنقل من شريحة لشريحة وتحل وتضغط كليك تشوف الإجابة بتاعتك صح ولا غلط. ممكن تشغل البرزنتيشن ده من الموبايل أو من الكمبيوتر وبيشتغل معاك تلقائي عادي بدون أي مشاكل. ودي المجموعة الأولى من الأسئلة الخاصة باللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي، وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات قادمة في أسئلة تفاعلية وتحويل الكتاب الصامت إلى كتاب إلكتروني تفاعلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.